الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي وسؤدة الطارق. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها. تأكيدا على التماسك والمضي صوب الأغلبية، قادة إنقاذ الوطن يجتمعون في أربيل دعما لمبادرة الصدر. في ذكرى استشهاد الوزني، المئات يتظاهرون في كربلاء رفضا لتسويف مطالب محاسبة القتلة والفاسدين. خلاف حول سعر الرقي في بغداد ينتهي بنزاع عنيف ويؤدي لمصرع وإصابة 6 أشخاص. في حديثها للفلوجة، الزراعة تطمئن بشأن مخزون الحنطة وتؤكد نحتاج إلى 15 مليار شجرة. كركوك تضع حداً لمشكلة الاختناقات المرورية، والرمادي تحقق تقدماً كبيراً في خطة تعبيد الطرق. البداية من آخر المستجدات السياسية، حيث أكد تحالف إنقاذ الوطن الذي يضم تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما جدد تماسك ووحدة تحالفه. وأكد التحالف عقب اجتماع عقده في أربيل اتفاقه على أن يأخذ البرلمان دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دوره الرقابي، فيما أشار إلى أنه مستمر في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها التحالف. في تلك الأثناء جدد تحالف إنقاذ الوطن مضيه صوب الأغلبية الوطنية، وأكد تماسكه الكامل لدعم مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وذلك عقب اجتماع قياداته في أربيل. تفاصيل أوفى عن ذلك الاجتماع في سياق التقرير الآتي. الشروع بسلسلة لقاءات سياسية مع كل القوى السياسية الفاعلة في المركز والإقليم من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة ولمواجهة تحديات الأمن والاقتصاد هو أهم ما خلص إليه اجتماع تحالف إنقاذ الوطن في أربيل. إحدى مخرجات هذا الاجتماع أنه التأكيد على اللجوء إلى مبدأ الحوار مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة، وأن الديمقراطية الكردستانية مع الحلول السلمية والدستورية والديمقراطية إن صح التعبير لغرض معالجة حالة الانسداد السياسي الذي يشهده العراق. وتحدثت أطراف كردية عن احتمالية أن تشهد الحوارات السياسية المقبلة في كردستان بين البارتي واليكتي انفراج في ملف رئاسة الجمهورية بشكل يفضي إلى تسمية مرشح متوافق عليه لمرشح قصر السلام. مبارك السيد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البرزاني للحيلولة دون تفاقم هذه الأوضاع، لا سيما وقد بقي على فترة انتخاب رئيس الوزراء فترة قصيرة جدا، وهي بالتالي تمثل مفترق طرق للعراق. ويؤكد التحالف الثلاثي انفتاحه الكامل على جميع القوى السياسية ضمن إطار الأغلبية الوطنية، والتي تعتبر طوق نجاة للعملية السياسية التي أنهكتها المحاصصة. مخرجات هذا الاجتماع ستساعد إلى حد كبير في حلحلة الأزمة السياسية في البلاد، أو ما يسمى بالانسداد السياسي والانطلاق نحو تمشية الأمور القادمة، ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. ويعتقد كثيرون أن حراك إنقاذ الوطن سيكون مؤثرا على المشهد السياسي لما يتمتع به هذا التحالف من ثقل وطني قادر على التغيير. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. أما الآن ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم. أهلا بك أستاذ مهدي. اجتماع يوصف بالمهم لقادة التحالف الثلاثي إنقاذ الوطن،
السيدان الخنجر الحلبوسي أيضا وفد من التيار الصدري. عقد ذلك الاجتماع في أربيل في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البارزاني. أهمية الاجتماع، أهم محاور ذلك الاجتماع وما مخرجاته؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ولقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين. حقيقة كان هذا الاجتماع أن يكون قبل هذا الموعد وأجل إلى ما بعد فترة العيد، والحمد لله وشكر تم هذا الاجتماع في ظروف الكل يعرف أنه هذا الوضع اللي وصل إلى البلد والوضع الانسداد ما يقولون يعني يطلق عليه الانسداد السياسي، فكان هناك أكثر من تحرك أو مبادرة من إن كان من الإطار وإن كان من التحالف الثلاثي، فكان هذا الاجتماع هو بلورة لهذه الأمور. وكان من أهم مخرجاته هو أولاً أن يكون هناك قوة التحالف الثلاثي أن تكون منفتحة على بقية القوى التي تؤمن بالأغلبية الوطنية التي هي مفتاح إنقاذ العراق في هذه الفترة وفي هذه المرحلة المهمة التي تستوجب أن يكون هناك قوة هي التي تتحمل مسؤولية، هي التي تقف على تشكيل الحكومة وتكون هي المسؤولة على نجاح وفشل هذه الحكومة، وتكون إن شاء الله النجاح في باعتبار أنه نمط جديد بهذه العملية السياسية. فكانت من مخرجاته أيضا أنه التأكيد على قوة وتماسك هذا التحالف، وبعد ما كانت هناك كثير من الإشاعات التي تمت وكانت محاربة هذا التحالف بشتى المحاربات بالتفتيتة وعدم بقاء متماسك، وهذا دليل آخر على أنه هذا التحالف بقي متماسكا وقويا وقريرا وفي حتى في قراراته. أيضا إلى أن هناك واحدة من الأمور اللي تم مناقشتها، هناك مشتركات بين المبادرات اللي تطرحت، إن كانت من خلال التحالف الثلاثي، إن كانت من التحالف الأخوة الموجودين التنسيقي، ومن أجل وضع مشتركات موجودة بين هذا المبادرتين والسير ويعني العمل على حلحلة هذه المشاكل في أقرب وقت وتشكيل حكومة قوية. نعم، طيب يعني هل نفهم من ذلك أستاذ مهدي بأنه هناك لجان شكلت لمناقشة تلك المشتركات التي تحدثت عنها في يعني الموجودة في المبادرتين التي طرحت من الإطار والتي طرحت من التيار؟ هناك أكثر من لجنة موجودة، إن كانت داخل التحالف الثلاثي هي المسؤولة على أن تكون تتفاوض وتتباحث وتفتح باب الحوارات مع بقية القوى. أيضا ما أكدت عليه هذا الاجتماع أنه القوى المؤمنة بهذه العملية، عملية الحكومة الأغلبية التي تكون، فتكون الحوارات معها وهذه اللجان تأخذ على عاتقها بالاتصال مع هذه الأخوة، مع هذه الكتل، مع هذه القوى اللي موجودة لديها مشتركة ولديها حتى داخل. هل يمكن تسميتها هذه الكتل يعني وان كانت هي يعني واضحه، لكن يعني هل يمكن تسميتها المستقلين؟ نعم، بالاضافه الى المستقلين استاذ المستقلين مهدي. بالإضافة المستقلين الكتل الأخرى اللي مثلا يعني أكو مثل ما ذكرت جنابك حتى من داخل الإطار التنسيقي هناك كتل لديها رغبة أصلا يعني كانت منذ البدء ولديها أن يكون مشتركات وفكرها أيضا موجود لدى فكرها ولدى عملها مشتركات كثيرة، وتمت طرح كثير من المبادرات، مثلا كتلة سيد عمار الحكيم، سيد العبادي، بقية الكتل الموجودة داخل السيد هذا العامري، فالح الفياض، هناك كثير من الأمور المشتركات اللي تكون متقاربة بين التحالف الثلاثي وهذه الكتل السياسية اللي موجودة وأصحاب الكتل السياسية والقادة السياسيين الموجودين. فهناك فترة قادمة وأعتقد خلال الأيام القادمة ستكون هناك انفراجة يعني ممتازة خلال الفترة القادمة. هل من الممكن أن تكون زمنية وضعها سماحة السيد؟ نعم، يعني على ذكر هذه المهلة التي وضعها السيد مقتدى الصدر والتي تنتهي يوم غد بإذن الله تعالى، يعني نسأل سيد مهدي في ضوء هذه الانفراجة التي تتحدث عنها في الأيام المقبلة يعني بالتزامن مع انتهاء مهلة السيد الصدر، هل هناك كتل من بين التي يعني تفضلت بالإشارة إليها ربما تنضم إلى تحالف إنقاذ وطن يعني بعيدا عن الإطار؟ اكيد هناك يعني حسب المعطيات اللي انفرزت وموجوده لحد قبل ساعات او اليوم وامس واليوم هناك كتل من المستقلين
الامتداد، الأخوة الجيل الجديد، كذلك موجودين العراق المستقل بما هذا التسمية مالته. نعم. يعني بال 25 لأكثر من نائب. نعم. لهذا وأكثر وضمن الإطار تذكرت الجناب لحد الآن، وضمن الإطار لحد الآن قلت لك إياها أن أكون هناك الحوارات سوف تفتح مع هؤلاء الكتل، مع أصحابين هذه الكتل السياسية من القادة السياسيين الموجودين، خلال الأيام القادمة ممكن يكون هناك مشتركات والانضمام إلى التحالف. نعم. يعني على ذكر المستقلين، يعني أستاذ مهدي الذين ورد ذكرهم في أكثر من مناسبة يعني في حديثك، هل يعني يبدو بأنهم مقبلون على حسم أمرهم؟ إلى أي مدى أيضا سيؤثر موقفهم على التفاهمات، شكل التفاهمات بين البارتي واليكاتي؟ أكيد جنابش تعرفين أنه الآن أصبحت المستقلين عدد لا يستهان به، وهم يعتبرون الآن ويعتبرون أنفسهم بيضة القبان في خضم هذه المعركة أو المعضلة السياسية أو الانسداد السياسي. أعتقد العدد اللي موجود لديهم في أي كتلة سوف ينضمون، تعتقد هي الانفراجة ستكون 100% وتنحل هذه المشاكل. المستقلين موجودين يعني باعتبار أنه أولا يعني الآن أصبح لدينا نصف يميل إلى هذه الجهة ونصف يميل إلى هذه الجهة، وكثير من والدليل أنه كانت مبادرات من الإطار ومن التحالف تؤكد على الأخوة في المستقلين. هنا يبدأ دور الأخوة المستقلين، مدى استقلاليتهم، مدى حرصهم على بلدهم، مدى أن يكونون وطنيين أكثر باعتبار أنه هم الآن بيدهم حل هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون لديهم نظرة وطنية، نظرة محبة لهذا البلد وإنقاذ البلد، وترك كافة المغانم الشخصية اللي تعرض عليهم، والمجيء إلى حل هذه المشكلة وفتح باب إنقاذ العراق. ويعني ما اللي أتمناه هذا، وإن شاء الله هو اللي ده يحصل خلال الأيام القادمة، ستكون الانفراج من خلالهم إن شاء الله. نعم. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. ساعات قلائل فقط تفصلنا عن نهاية مهلة الأربعين يوما التي منحها زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر للإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه لتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن الكتلة الصدرية. ومع نهاية المهلة ستكون العملية السياسية أمام إخفاق جديد بعد محاولات الإطار أو التيار في إيجاد تفاهم مع القوى الأخرى لأجل تحديد موعد جديد لعقد جلسة برلمان تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإكمال استحقاقات الدستور المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة. ولم يتوصل النواب المستقلون حتى اللحظة إلى اتفاق يحدد وجهتهم صوب إحدى المبادرتين السياسيتين اللتين طرحتا من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، والتي من شأنها أن تقود لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ 7 أشهر. مصادر سياسية أوضحت أن اجتماعا جمع 46 نائبا بعنوان مستقل في بيت النائب حيدر الشمخي بحث المبادرات الأخيرة والمستجدات السياسية في البلاد. الآن ينضم إلينا الباحث في الشأن العراقي مناف الموسوي. أهلا بك أستاذ مناف. الكرة ما تزال في ملعب المستقلين، وإن كان تحريك تلك الكرة ربما مشروط، لكنها ما تزال في منطقتهم.
لم يتوصل المستقلون حتى اللحظة إلى اتفاق يحدد الوجهة إطارية أو حتى تيارية توافقية أو أغلبية، كيف تنظر إلى هذه النقطة بالتحديد؟ سيدتي في البداية أن أحييك وجميع متابعي ومشاهدي قناة الفلوجة. يعني اليوم أعتقد أن هنالك مشروعا تغييريا قدم من قبل التيار الصدري والآن متبنى هو من قبل تحالف الثلاثية وتحالف إنقاذ وطن. يعني هذا أي مشروع تغييري بالتأكيد يصطدم بعقوبات، يعني بتحديات، يصطدم برفض، يصطدم بمشاكل كثيرة، وأعتقد هذا ما حدث مع مشروع التحول إلى حكومة الأغلبية الوطنية. يعني استفاد الإخوان في الإطار وحلفائهم من مسألة الثلث المعطل واستطاعوا أن يعني أن يمنعوا إكمال النصاب في الجلسات التي قررت لاختيار رئيس الجمهورية على الرغم من تجاوز الفترات الدستورية والقانونية، لكن بالنتيجة يعني هذه التشكيلة الجديدة اليوم حتى بالنسبة على الخارطة السياسية العراقية وتشكيل ثلث معطل، أنا أعتبره هو حالة صحية، لكن بالنتيجة أدت إلى حدوث هذه الإشكالية. بالتالي التحالف الثلاثي أو التيار الصدري حينما قدم هذا المشروع قدمه بخيارين، خيار أن يقدم أو أن يشكل هو الحكومة العراقية ببرنامج الحكومي وبرنامج الانتخابي، وخيار إذا لم يستطع تشكيل الحكومة أن يذهب إلى المعارضة. ذهاب التيار الصدري إلى المعارضة وعدم اشتراكه بالحكومة يلغي مبدأ التوافقية أو المحاصصاتية وينجح مشروع الأغلبية الوطنية. اليوم التيار الصدري للمرة الثانية بعد أن أعطى الفرصة إلى الإطار التنسيقي فرصة الأربعين يوم، اليوم أيضا يعطي الفرصة للمستقلين باعتبار اليوم أن المستقلين هم يفترض أن يكونوا يعني حالة جديدة أيضا، سواء كان في المشهد يعني في البرلمان العراقي أو حتى في المشهد السياسي العراقي الجديد. وأيضا يفترض اليوم أيضا المستقلين توجهاتهم يعني قراءتهم استراتيجيتهم تقترب أيضا من مشروع الأغلبية الوطنية باعتبار أنهم جاءوا من رحم التظاهرات، جاءوا من رحم القواعد الشعبية، وبالتالي يريدون أن يحدثوا تغييرا حقيقيا. فكان يفترض اليوم على المستقلين التوافق مع هذا المشروع، أو على الأقل دعم المشروع، أو على الأقل يعني عدم الدخول ضمن محور معين، وبالتالي الذهاب إلى البرلمان العراقي. وبالتالي اليوم بماذا تفسر بالتالي موقف المستقلين يعني أستاذ مناف؟ لماذا تفسر يعني موقف المستقلين حتى هذه الساعة لم يتوصلوا إلى شيء للآن؟ أيضا يعني ما يتعلق يعني بالأغلبية الوطنية، المستقلين ما تزال خيار إنقاذ الوطن الأغلبية الوطنية في ظل طبعا إصرار الطرف الآخر على التوافقية، لا حل يلوح في الأفق. يعني أقول اليوم كان يفترض أن يكون المستقلين هم بيضة القبان في عملية يعني الخروج من الانسداد السياسي، الخروج من الجمود السياسي، وبالتالي يعني في تحديد أو في عدم على الأقل في عدم إدخال البلد في هذه الإشكاليات. لكن على ما يبدو أن المستقلين اليوم اللي عددهم يتجاوز 40 على ما يبدو أنهم ليسوا كلهم مستقلين، وبالتالي خياراتهم قد تبدو أيضا مقيدة يعني من خلال اتجاهاتهم أو من خلال دخولهم ضمن محور معين. هسه أنا أقول يعني يفترض على المستقلين أن لا يكونوا مع الأغلبية ولا يكونوا مع يعني يكونوا مع المصلحة الوطنية. أين تكون المصلحة الوطنية؟ المستقلون هم الذي يفترض بهم أن يكونوا مع هذا الطرف الوطني اليوم الذي يخدم المواطن، الذي يخدم المشروع الوطني، الذي يعيد إعادة بناء الدولة. لكن على ما يبدو اليوم وبالتأكيد السيد الصدر أعطى يعني في تغريد تشروط، أولا أن تكون الكتلة يعني لا تقل عن 40 نائبا، على ما يبدو اليوم المستقلون
لم يستطيعوا الوصول إلى هذا الرقم من الـ يعني من الـ حتى يشكلوا كتلة، وبالتالي هم يذهبوا إلى تشكيل حكومة بدعم من تحالف إنقاذ وطن، وبالتالي على ما يبدو أن الكرة ربما قد تعود أيضا إلى التحالف الثلاثي، ولكن مع شركاء الجدد سواء كانوا من المستقلين أو من المواطنين. أيهم الأقرب؟ أيهم الأقرب أستاذ مناف من المستقلين الذين تحدثت عنهم، أيهم الأقرب؟ نعم. طبعا بالإضافة إلى الجيل الجديد وامتداد، هل هناك من أطراف أخرى قريبة من التيار الصدري، أو هناك نقاط يعني تقارب بينهم وبين المبادرة التي طرحت يعني صدريا؟ يعني بالنتيجة ما تفضلت به صحيح، يعني الجيل الجديد امتداد أو ما يطلق به بتحالف إنقاذ وطن، هنالك أيضا بعض يعني بعض المستقلين مترددين ربما لم يحسموا وضعهم يعني بشكل نهائي، وبالتالي قد تكون الأيام القادمة واضحة في تشكيل يعني عدد المستقلين. اليوم أتوقع أن هنالك 20 إلى 25 مستقل هم مع المشروع التغييري، مع مشروع إنقاذ وطن، بقي العشرون الآخرون أيضا من الممكن يعني أن يأتي قسم منهم مع يعني مع دعوة السيد أو تجديد دعوة السيد الذي قال بها بأن أبوابهم ما زالت مفتوحة أمام الكتل التي ما زال يحسن الظن بها، وبالتالي أيضا قد يكون مجيء جزء من هذه الكتل قد يحسم هذا الموضوع في الأيام القادمة. نعم، يعني هل الفهم صحيح أستاذ مناف بأن هناك 25 يعني نائبا من المستقلين يعني جدد انضموا إلى التحالف أو في طريقهم للانضمام إلى تحالف إنقاذ وطن بما يحقق ربما الثلثين؟ يعني أنا أتحدث اليوم يعني بعملية تحليل أيضا ربما لدي بعض المصادر باعتباري يعني قريب من الوسط السياسي وامتلك صداقات كثيرة مع الجميع، بالتالي اليوم أعتقد أن هذا الرقم قد يكون حقيقيا أن يعني من 20 إلى 25 هم مع التحول الجديد، مع الحضور إلى البرلمان، مع إكمال النصاب، مع تشكيل الحكومة، مع حكومة يعني مع حكومة الأغلبية الوطنية، وأقول أن هنالك ربما أيضا 20 آخرون يعني لم يحددوا مصيرهم بشكل يعني بقت إشراقة كانون، بقت يعني الكتلة الأخرى التي ترأسها النائب حسين العرب، أيضا بعض المستقلين يعني بشكل انفرادي لم يعني لم تحسب مواقفهم، يعني لا هم مع الإطار ولا هم مع إنقاذ وطن، ولم تحسم ايضا يعني هل سيحضرون الى الجلسه القادمه ام لا يحضرون، باعتبار اليوم ان الجلسه القادمه قد تحمل مجموعه من المشاريع، اولها اصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، اللجان التي يراد استكمالها، وكل هذه اعتقد يعني مواضيع مهمه يفترض على النواب ان يكونوا حاضرين فيها، ولا اعلم يعني هل سيكون مع هذه يعني مع هذه الفقرتين هل ستكون هنالك فقرة اختيار رئيس الجمهورية أو لا، لحد الآن لم يتم حسمها بشكل نهائي، لكن أيضا لم يتم حسم موقف المستقلين، يعني هل سوف يبقون على المعارضة أم أنهم سوف يستفادون مما طرحه السيد الصدر من خلال مقدرتهم على جمع 40 نائب، وبالتالي التحالف مع الكتلة الأكبر هي كتلة إنقاذ وطن لتكميل العدد الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية وبالتالي تشكيل حكومة قادمة. الباحث في الشأن العراقي الأستاذ مناف الموسوي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. نبقى سياسيا، حيث عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة عن أمله بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشاد فيه بزيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأخيرة إلى طهران. زيارة رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي كانت مهمة، أعربنا له عن أملنا بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كما ناقشنا معه العديد من المشاريع المتلكئة بين البلدين.
بالنسبة لنا فإن أوضاع الشعب العراقي والعلاقات التجارية والاقتصادية مهمة للغاية. للمزيد ينضم إلينا عضو المكتب السياسي في ائتلاف دولة القانون عادل المانع. سيد عادل مرحبا بك. غدا تنتهي مهلة الصدر التي منحها للإطار التنسيقي والمتحالفين معه، هل لديكم مخرج أو حل يمكن أن تعلنوا عنه غدا؟ أبدا، تحياتي لك سيد الفاضل ولمشاهدي قناة الفلوجة أينما كانوا. مهلة السيد الصدر هي مهلة غير قانونية ولا هي مهلة دستورية وهي غير ملزمة للإطار، إنما هي فكرة أطلقت من فضاء التحالف الثلاثي بعنوان السيد الصدر، فبالتالي الإطار غير ملزم بكل التوقيتات غير القانونية وغير الدستورية. طيب، يعني إذا كان غير ملزما، يعني لو أخذناها يعني بشكل يعني كما جرت عليه العادة سياسيا أو عرفا في العراق، فهناك يعني توافقات أو اتفاقات بين الأطراف السياسية ربما تؤدي إلى يعني إفضاء هو ليس قانون أو كما ذكرت حضرتك، لكن ربما يعني هو من باب أن يدفع الإطار التنسيقي بعد أن فشل الجميع بتشكيل حكومة إلى أن يتقدم إلى الساحة ويقدم ما لديه. لا، هي القضية ما تكمن هنا، يعني القضية هي إذا كانت يعني الموضوع موضوعة لملمة أوراق فالإطار يدعو إلى لملمة الأوراق، ولكن إذا كانت الموضوعة هي يعني إلقاء الحمل من كاهل إلى كاهل آخر، يعني أراد التحالف الثلاثي بعنوان السيد الصدر أن يدفع الكرة باتجاه ملعب الإطار التنسيقي ويقول بعدها أنه فشل بانقضاء الأربعين يوم، الحقيقة التحالف الثلاثي هو التحالف الأكبر لغاية هذه اللحظة، فبالتالي فليعلن عن فشله أولا بتشكيل حكومة ومن ثم يلقي الكرة بملعب من يعتقد أنه فشل. لا، الدعوة للحوار ولا مناص من الحوار ولا خروج من الأزمة الحالية إلا بالحوار، فليجلس كل الشركاء السياسيين، كل الكتل السياسية تجلس على طاولة مستديرة للوصول إلى رؤى مشتركة منها ننطلق. ولهذا كانت مبادرة الإطار في النقطة الأولى جاءت الحوار دون شروط مسبقة، لأن الكل يعلم على أنه من 2003 ولغاية هذا اليوم وللأسف الشديد وكأنه تزداد العملية في عدم الثقة بين الكتل السياسية، نريد ترميم البيت السياسي يعني بتنازل هنا وبتنازل هناك لابد أن نمضي، أما فرض الإرادات هذا غير مقبول إطلاقا. طيب، لا التحالف الثلاثي يقبل بفرض إرادة الإطار ولا الإطار يقبل بفرض إرادة التحالف. يعني في هذه الحالة كيف سنصل إلى نتيجة؟ ما هي الخيارات الأخرى يعني المتاحة أمام الجميع، أمام القوى السياسية؟ وطالما ترون بأن التحالف الثلاثي ربما فشل بتشكيل الحكومة، ما الذي يمنعكم من الذهاب لتشكيل حكومة؟ لا، تشكيل الحكومة احنا الآن نتحدث عن مرحلة ثانية، ولكن حقيقة أخذت مأخذها في الإعلام على أنها هي المرحلة الأولى،
تشكيل حكومة هي المحطة الثالثة وليست الثانية. المحطة الأولى أن يلتئم مجلس النواب بعدده الذي أقرته المحكمة الاتحادية 220 نائب ليصوتوا على رئيس الجمهورية، ولا زال الخلاف الكردي قائم لغاية هذه اللحظة في عدم التوافق على رئيس الجمهورية. كيف تعقد جلسة مجلس النواب؟ يعني الخلاف قائم. النقطة الثانية أنه بعد تكليف، لو سمحت لي سيد عادل، يعني اختلفوا أو لا الأكراد، بالنهاية هناك مرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية. ما عطل الجلسات هو عدم اتفاق الكتل وعدم اكتمال النصاب. لا، هو عدم اتفاق الكرد أولا على منصب رئيس الجمهورية، إلى من يذهب؟ إلى الاتحاد الوطني أو الديمقراطي الكردستاني؟ هذا الخلاف الأول. والخلاف الآخر على أنه لو تحقق النصاب في قضية التحالف الثلاثي كما ذهبوا لانتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأولى، ممكن أن يعني يخول رئيس الجمهورية، عفوا، أو يكلف رئيس الجمهورية المتفق عليه أي رئيس وزراء دون علم الإطار، وهذا الإطار ما يقبل به. لأنه إذا كنا نتحدث عن عرف سياسي، العرف السياسي مضى أنه الرئاسات الثلاث، واحدة للكرد وواحدة للسنة والآخر الثالثة للشيعة، فبالتالي السنة أخذوا نصيبهم من هذا العرف، والكرد ها هم يطالبون بنصيبهم. لماذا يحرم الشيعة من هذا النصيب؟ يعني الإجماع الشيعي أقصد. ولهذا إما أن نتعاطى بالعرف السياسي وإما أن نتعاطى بالدستور. الدستور لم يذكر المكونات السياسية من حيث الرئاسات، صحيح. فأيهما أقرب في التعاطي السياسي؟ أنا أعتقد الواقع يشير التوافقية السياسية والعرف السياسي هو الأقرب للتفاهم. أما أن يختزل الشيعة بجزء منهم لانضوائه في تحالف ثلاثي سني، طيب، ولكن هذه التوافقية سيد عادل كان يرفضها، هذا غير مقبول. دولة القانون كانت ترفض التوافقية، شلون؟ يعني لماذا الآن أصبحت التوافقية هي ما تطمح إليه دولة القانون أو المتحالفين معه؟ أحسنت على هذا السؤال حتى أوضح هذه النقطة. دولة القانون أول من رفع شعار الأغلبية السياسية، ولكنه اصطدم بعدم رغبة الشركاء السياسيين من السنة والكردي وبعض الشيعة، فحال دون المضي بهذا العنوان بذريعة، هذا الحديث عام 2014، بذريعة على أنه لا نريد دكتاتورية أخرى، لأنه كان دولة القانون 103 مقعد في وقتها. اليوم التعاطي السياسي وكأنه يتعارض مع يعني رغبة الشركاء السياسيين، تتعارض مع الأغلبية. لو كانت هي فعلا أغلبية نيابية برلمانية سياسية بهذا العنوان كما يتعاطى كثير من دول العالم في النظم البرلمانية لكنا تماشينا معه. أما أن نذهب إلى أن نمسك العصا من المنتصف في موضع لا يراد أنه أن تمسك العصا من المنتصف. يعني الآن إذا ما سألنا سؤال بصراحة نقول أنه السيد الحلبوسي رئيس مجلس النواب أخذ استحقاقه بناء على ماذا؟ بناء على تمثيله للمكون السني باستحقاقهم برئاسة مجلس النواب، وباتفاق من الكتل الشيعية أيضا والكتل الكردية أيضا، يعني أيضا موضوع انتخاب رئيس. لا مو هنا تقريبا هنا فقط إجماع سني، والإجماع الكردي منتظر على رئاسة الجمهورية، فبالتالي لماذا يحرم الأعم الأغلب من الشيعة بترشيح رئيس وزراء ويتفقون عليه ويختزل بالتيار الصدري يكون ممثلا عن الشيعة؟ هذه نقطة الخلاف. طيب باختصار شديد لو سمحت، لأن الوقت نفذ مني، يعني غدا جلسة أو الأربعاء المقبل جلسة البرلمان ستكون مخصصة للتصويت على قانون تجريم التطبيع ضد الاحتلال الإسرائيلي، أنتم في الإطار التنسيقي هل ستحضرون الجلسة؟ باختصار شديد لو سمحت. لا يقينا، أي جلسة بعيدا عن عدم التوافق، يعني أي جلسة بعيدا عن قضية رئاسة الجمهورية وعدم التوافق ورئاسة الوزراء وعدم التوافق، سنمضي إلى هذا القانون المهم في تجريم التطبيع.
وما شابه ذلك بما لا يقبل الشك سنحضر الجلسة. شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي في ائتلاف دولة القانون عامر عادل المانع على هذه المداخلة. الأخبار مستمرة. نظم العشرات من المتظاهرين في مختلف المحافظات وقفة احتجاجية في الذكرى الأولى لاغتيال الناشط إيهاب الوزني، فيما جددوا مطالباتهم بكشف قتلة الوزني وبقية الناشطين. الوزني الذي يعتبر رئيس الحراك المدني في كربلاء اغتيل في 9 من آيار العام الماضي بعد أن فتح مجهولون نيران أسلحتهم باتجاهه، الأمر الذي أسفر عن مقتله في الحال. في ملف آخر، طالب نواب عن محافظة نينوى قيادة العملية المشتركة بفتح تحقيق في حادثة قصف مدنيين بالخطأ من قبل طيران الجيش، ما أدى إلى استشهاد شخصين يعملان برعاية الإبل ولا يوجد عليهما أي مؤشر أمني، إضافة إلى عدم وجود أي نشاط مشبوه مسجل بالقرب من منطقة الاستهداف. وشدد نواب المحافظة على ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الخطأ وضمان عدم تكراره. هذا وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت مقتل 2 من الإرهابيين بضربة جوية في قاطع عمليات غرب نينوى، فيما أكد ذو الضحيتين أنهما لا علاقة لهما بالتنظيمات الإرهابية وقتلا بقصف جوي نفذه طيران الجيش في أثناء بحثهما عن الماء لقطعان الإبل. معركة بالرصاص الحي تندلع بسبب خلاف حول الرقي في بغداد ليتسبب بكارثة مأساوية. تفاصيل ذلك الموضوع في سياق التقرير الآتي. هذا يبيع رقي وهذا جاء يبيع سمك. هو بالبداية جاب حمل مال لرقي ويقول له يبيع هنا، قال له شلون تبيع وانا بيع، قال له اصبر لي من الناس ساعة، راح جابوا سلاح ورموا. إذن خلاف حول بيع الرقي أدى إلى سقوط أكثر من 6 أشخاص بين قتيل وجريح. القصة المأساوية بدأت بشجار ثم انتقلت إلى مجزرة يرويها أهالي منطقة حي البساتين. والله صراحة أول شيء بدأت مشاجرة هي على موقع العربانة مال الرقي السيارة، صارت مشادات كلامية أول شيء، وبعدين تحولت المشاجرة يدوية. نزلوا مجموعة تقريبا بهم 7 إلى 8 ظلوا يرمون، يعني الطلق صار منتشر بكل المكانات، المحلات كلها تأذت. قسم مات وقسم 2 يقول ماتوا بس ما أدري، وقسم شغلتهم خطرة وواحد مات هناك هم يقولون بالمستشفى. المنطقة خالية من الأجهزة الأمنية ويتحملون كامل المسؤولية، يقول أهالي المنطقة الذين عاشوا أوقات عصيبة ويطالبوا الحكومة بأخذ دورها ونشر دوريات أمنية في المنطقة. نحن اللي ناجده هنا أن ينشرون دوريات بهذا الشارع، لأن هذا أولاً العدد به هواي، هاي وحدة. 2 سنتر مال المنطقة يحتاج دوريات لحفظ الأمن بالمنطقة. احنا نريد مرابطة هنا مثلاً بكل مكان مرابطة، بالليل هاي هندس كل شيء ماكو، وأزيتها محلاتنا كلها جت باك، يعني ماكو بوك سلب هي كلها هنا. الرصاص المنفلت باتت الطريقة الشائعة في العراق دون أي إجراءات حكومية ناجعة لردع هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، أكدت وزارة التجارة وجود تمويل لتأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر، فيما طمأنت باتخاذها إجراءات فعالة لتأمين الخزين الاستراتيجي من القمح. الوزارة قالت في بيان لها إن موسم تسويق الحنطة ناجح بكل المقاييس، حيث تتسلم الوزارة 50,000 طن يوميا من القمح في جميع المراكز المنتشرة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن الموسم التسويقي سيحقق أكثر من 3 ملايين طن، وهي خطوة لتأمين خزين من مادة الحنطة،
وأضافت أن الحكومة خصصت مبالغ لشراء 250 ألف طن من الحنطة الأسترالية والألمانية، حيث سيتيح ذلك القرار توفير خزين استراتيجي لمدة 6 أشهر. نبقى في سياق الملف الغذائي والبيئي، فقالت وزارة الزراعة أنها كشفت لقناة الفلوجة عن تفاصيل جديدة بشأن مخزون الحنطة وخطط تشجير المناطق الصحراوية للحد من تأثيرات العواصف الترابية. وزارة الزراعة تخرج عن صمتها بما يخص التصحر وحاجة العراق للتشجير 15 مليار شجرة للحد من الغبار الذي يجتاح المدن بين حين وآخر، وبخلاف ذلك معظم الأراضي مهددة بالتصحر. معظم أراضي العراق هي مائلة أو مهددة بالتصحر إذا ما تم تدارك وضعها، يحتاج لنا وحسب معني إلى 15 مليار شجرة حتى نشجر العراق كله، لكن هذا تأتي ضمن سقوف زمنية وسنوات، وبالتالي ممكن تدريجيا أن نصل إلى مدايات جيدة من هذه الأشجار، ولكن يحتاج أن نبدأ بخطوة. بالحديث عن الأمن الغذائي وما أثير حول أن مخزون الحنطة لا يكفي 3 أسابيع، جاء رد وزارة الزراعة نحو الآتي: قد نصل إلى قرابة 3 مليون طن من الحنطة خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا خزين جيد حاليا، ولكن أيضا بنفس الوقت مجلس الوزراء أوعز لوزارة التجارة بوجود خزين استراتيجي لمدة 6 أشهر، وهذا شيء ضروري، لكن علينا كوزارة اليوم الحنطة موجودة وقد تكفي إلى نهاية العام، ويأتيك العام القادم إن شاء الله فد 4 أشهر أو هكذا، يعني إن شاء الله إحنا الحنطة مؤمنة للعراقيين. وعن جفاف نهر دجلة وحصص العراق المائية من دول الجوار، يقول النايف أن المفاوضات مع الجانب التركي جارية ووصلت إلى مستويات عالية من التفاهم، أما إيران فعمدت على تغيير مصبات أنهورها وكانت السبب الرئيس وراء جفاف نهر ديالا بالكامل. ككم مفاوضات جارية مع الجانب التركي من أجل الحصول على مستحقاتنا المائية، كذلك الجانب العراقي أيضا هناك نظام جديد لتأهيل الإرواء في العراق، أيضا هذه ضمن الخطط الواعدة التي نستطيع منها الاستفادة من المياه من خلال تأهيل نظام الإروائي وتحويله من نظام مفتوح وسيحي إلى نظام مغلق بالأنابيب المغلقة، حتى نحافظ على المياه من التبخر أولا، ومنحافظ على المياه وتقنينها من أجل لا تكون هناك ضائعات كبيرة. من الجانب الإيراني تقريبا أكثر من 15% نسبة المياه اللي هي من الروافد الإيرانية اللي تصب في الزاب الصغير وتصل إلى سد حمرين، وبالتالي حرمة محافظة ديالى بعد أن تم انحراف هذه القواطع وعودتها إلى الجانب الإيراني. في وقت تؤكد الأرصاد الجوية في العراق أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعدا للغبار في المنطقة الوسطى والجنوبية بانتظار تطبيق خطة التشجير التي أطلقتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مجالس المحافظات. من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. التوك توك عربة الفقراء أصبحت اليوم في ديالى مصدر الرزق الأساسي للخريجين، وآلاف الشباب الذين انقطعت بهم السبل بعد الجفاف الذي ضرب المزارع وتوقف عشرات المعامل. يتجول حسين بين أزقة مدينة بعقبة عسى أن يجد أحدا يسترزق منه قوت اليوم. بحث جاهدا لمدة 7 سنوات بعد التخرج على تعيين أو فرصة عمل دون جدوى، ليكون هذا التوك توك الحل الوحيد لسد رمق عائلته، وهو نموذج لعشرات الآلاف من الخريجين في ديالى. أنا خريج معهد تقنية عقبة، صار لي 7 سنوات من تخرجت، لا وظيفة لا شغل لا كل شيء، طيب تجي هنا عمالة ملينا، تجي آخر شيء تجي هنا التوك توك يشتغل، ما في غير شغلة يعني. يعني عمالة ماكو بديالة، خلاص شغل ماكو، وظائف ماكو، لا حكومية لا أهلية لا خدمات. ليس الخريجون وحدهم ممن يبحثون عن عمل، بل تعدى الأمر إلى جميع الشباب في المحافظة، خصوصا بعد توقف المنتوج المحلي وتسريح الآلاف منهم وموت أغلب البساتين بعد قطع المياه عنها، لتزداد أعداد العاطلين، ليلجأ البعض منهم لهذه المركبة الصغيرة المسماة بتوك توك الفقراء. نطلع من الصبح لحد العصر،
يعني ال 10,000 قوة تطلع. ها؟ وبعدين شغل ماكو بدياله، شغل خلاص ماكو. هواي تشوف انت قدامك اهل التكاتك كلهم. لا وظيفة، لا راتب، أنا بالنسبة لي أنا متزوج عندي جهال اثنين. ها؟ وأريد راتب مال عاطلين وهسه لحد الآن ايش قد قدمت ومدى يطلع. تحتل ديالى المرتبة الثالثة بالنسبة العاطلين عن العمل لتتجاوز 100,000 عاطل يتظاهرون الآلاف منهم يوميا دون أي استجابة من الحكومة التي تكتفي بتصريحات لم تشبع أي جائع من هذه الجيوش التي تبحث عن لقمة العيش. النسب المرتفعة في البطالة في محافظة ديالى بشكل عام ومنذ عدة سنوات، هناك نسب متزايدة في صفوف الخريجين في صفوف الغير الخريجين. الحكومة لا توفر أي فرص عمل، لا تدعم القطاع الخاص، لا تدعم القطاع الزراعي أو الصناعي. محافظة ديالى هي محافظة زراعية صناعية لديها الكثير من الموارد الطبيعية اللي ممكن أن يتم استثمارها في توفير فرص عمل للعاطلين. لم يتبقى لأغلب الشباب في ديالى سوى امتهان العمل في التكاتك بعد انعدام فرص العمل في القطاعين العامي والخاصة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مراحل متقدمة من خطة تعبيد الشوارع تنهيها بلدية الرمادي بعد إنجاز حوالي 95% من شارع عمر، أحد أهم الشوارع الحيوية في المدينة. تفاصيل أوفاء في سياق هذا التقرير. تقوم بلدية الرمادي وفي إطار خطة لإعادة تأهيل الشوارع المهمة والحيوية بأعمال إكساء شارع عمر بن الخطاب، أحد أهم الشوارع التجارية في المدينة، بعد إنجاز أعمال البنى التحتية له، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 93%، وبتكلفة تجاوزت 3 مليارات دينار. العمل مستمر وبوتيرة جيدة، يتمثل العمل حاليا بأعمال فرش طبقة الأسفلت لشارع عمر، وسيتم إكمال الطبقة الثانية خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. نسبة التكلفة تقدر ب 3,75,000,000، ونسبة الإنجاز الفعلية تقدر ب 93%. شهدت الشوارع الرئيسية والفرعية في مركز مدينة الرمادي حملة إعادة تأهيل واسعة لم تقتصر على أعمال الإكساء فقط، بل شملت إعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع، إضافة إلى وضع مساحات خضراء على الأرصفة الجانبية والوسطية لإضافة رونقا وجمالا للشوارع. احنا اصحاب محلات شارع عمر، ان شاء الله ترجع الحركه والنشط التجاره بالشارع، وهذا الشارع يعني حيوي يخدم مدخل المحافظه والمحلات، وعاد النشاط عليها للمحلات يعني كان متوقف من زمن طويل متوقف، وسع ما شاء الله باشروا بالتبليطه. يعد هذا الشارع ثاني اكبر شارع تجاري في الرمادي، وفي حال إنجازه بشكل كامل سيساهم في التخفيف من معاناة أصحاب المحال التجارية فيه. تواصل بلدية الرمادي جهودها الخدمية المقدمة من أجل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المحافظة، ومنها إعادة تأهيل الشوارع الخدمية والحيوية في المدينة. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة. أعلنت محافظة كركوك وضع حد لمشكلة الاختناقات المرورية، وذلك بعد افتتاح عدد كبير من الطرق النموذجية التي تربط كركوك مع عدد من المحافظات. لم يسبق لكركوك أن شهدت حملة إعمار في طرقها كالتي تشهدها اليوم. البعد الاستراتيجي في التنفيذ كان العلامة الفارقة في إنجاز شوارع ومجسرات حيوية. مشاريع التعبيد والتأهيل شملت الطرق العامة الرابطة بين كركوك ومحافظات مجاورة. تقليل الحوادث المرورية وضمان الأمن هدفان رئيسيان وضعتهما الإدارة بالحسبان. احنا اليوم في مدخل تكريت كركوك، هذا المدخل أصبح مدخل نموذجي من ناحية الاتساع وطريقة التنفيذ. الآن سنكمل حلقة المحور الجنوبي لكركوك الى الجامعه، الى المفرق، الى مفرق الشرق اللي افتتحناه قبل عيد الفطر.
أعتقد بأن كركوك أصبحت مدينة لا تعاني اختناقات. لدينا مشاريع كبيرة تحت التنفيذ، منها مجسرات ومنها أنفاق، وأيضا خطتنا في القرى كانت عالية. بمسافة تصل ل400 كيلومترا أحالت المديرية العامة للطرق والجسور الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد إلى إحدى الشركات المتخصصة لإعادة تأهيله بممريه بعد دراسة مستفيضة أجرتها وزارة البلديات مع إدارة المحافظة. هناك حديث صار مع السيد المحافظ ما يتعلق بطريق كركوك بغداد، هذا الطريق الحيوي المهم اللي يربط العاصمة بغداد بالمناطق الشمالية وإقليم كردستان ويربط محافظة كركوك بالعاصمة. هذا الطريق كان من مشخص لدينا من أسوأ الطرق في شبكة البلد حقيقة. العمل صار على إحالة الطريق بممريه الذهاب والإياب من ابتداء من حدود أمانة بغداد إلى حدود بلدية كركوك. في أكبر عملية تأهيل تقوم بها الوزارة منذ أكثر من 3 عقود، يعني أنه تقوم بعملية تأهيل بطول 400 كيلومتر دفعة واحدة. مشاريع التوسعة والتعبيد شملت مداخل المدينة من جهة تكريت وأربيل والسليمانية، كما ستتم إحالة الطرق التي تضررت بفعل الحرب ضد داعش، بضمنها الطرق الرئيسة من جهة قضاء بيجي. معالجة الاختناقات المرورية بتنفيذ طرق نموذجية جعل الشوارع هنا مؤمنة بمحوريها الجنوبي والشمالي رغم قلة الميزانية المالية المخصصة للخدمات. من كركوك عبد الله العامري، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تأكيدا على التماسك والمضي صوب الأغلبية، قادة إنقاذ الوطن يجتمعون بأربيل دعما لمبادرة الصدر. في ذكرى استشهاد الوزني، المئات يتظاهرون في كربلاء رفضا لتسويف مطالب محاسبة القتلة والفاسدين. خلاف حول سعر الرقي في بغداد ينتهي بنزاع عنيف ويؤدي لمصرع وإصابة 6 أشخاص. في حديثها للفلوجة، الزراعة تطمئن بشأن مخزون الحنطة وتؤكد نحتاج إلى 15 مليار شجرة. كركوك تضع حدا لمشكلة الاختناقات المرورية، والرمادي تحقق تقدما كبيرا في خطة تعبيد الطرق. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله، دمتم بعافية.